الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية. أمريكا تسجل 1237 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. والصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وبحث الحلول لتسوية مديونات هيئة السكك الحديدية التي تبلغ حوالي 250 مليار جنيه. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري إنشاؤها أو تحديثها على مستوى الجمهورية على نحو يتناغم مع الإطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني والحديث والقضاء على العشوائيات. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية عن تجاوز الإصابات بفيروس كورونا 1,435,000 شخص بعد تسجيل نحو 23,000 إصابة جديدة. وفي غضون ذلك أعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل 1,237 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 88,730 شخصاً. تجاوزت البرازيل عتبة 15,000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ما يجعلها خامس أكثر دولة تسجل ضحايا من جراء الفيروس. ووفقا للبيانات الرسمية فقد وصل عدد الوفيات إلى 15,633 مع تسجيل 816 وفاة جديدة، بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 233,000 بعد تسجيل نحو 15,000 إصابة جديدة. سجلت الصين 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا نزولا من 8 حالات في اليوم السابق. وقالت لجنة الصحة الوطنية أن حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل 3 حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 82,947 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4,634. اعتقلت الشرطة البريطانية عدة أشخاص خلال تجمع العشرات من المتظاهرين في منتزه بوسط لندن للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا. وأجاب المتظاهرون منتزه هايد بارك حاملين لافتات تطالب بالحرية ومتهمين الحكومة بانتهاك حقوقهم. أصيب نحو 10 من رجال الإطفاء أثناء محاولة إخماد النيران في مبان وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن انفجارا هز المنطقة بسبب الحريق أدى إلى إصابة رجال الإطفاء بشكل حرج.
انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.